السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا يعني الفرق ما بين مايكروسوفت انترا اي دي واكتيف ديريكتوري دومين سيرفيسز. فكما كتعرفوا في الفيديو اللي دازو يعني شفنا واحد لانتروديكسيون على توسكي يعني انترا اي دي، اوكي، ودرنا واحد الاركيتكتشر، يعني شفنا واحد يعني واحد سميتو الاركيتكتور، يعني وشفنا داكشي اللي كيكون مشترك ما بين ليدو، اوكي، ما بين مايكروسوفت انترا اي دي والاكتيف ديريكتوري، يعني اللي كتكون اون بروميسز. فاول حاجه باش نفهموا الفرق، يعني مايكروسوفت انترا اي دي هي فوكسز اون بروفايدين فليت ايدنتيتي ستراكشر ويد يعني فيرساتيل اوثنتيكيشن اوبشنز including integration with third party services. فاللي خصنا نعرفوا ان مايكروسوفت انتر اي دي كيكون فيها دي زيتيليزاتور دي جروب دي ابليكاسيون، مي كيكونوا في ما كيكونوا يعني في نفس البلاصه، يعني ما كيكونش عندنا مثلا بحال الاد دي لوكال، ما كيكونش عندنا لويو لينيتي دورغانيزاسيون، ولا كيكون عندنا مثلا كونتينرز ولا اكسيتيرا، ما كنقدروش يعني نفرقوا، يعني كل شيء كيكون في نفس البلاصه في مايكروسوفت انترا اي دي. اوكي، بالنسبه للاكتيف ديريكتوري يعني هنا لا اوفر اهيرا ريكال اورجانيزيشن اند سيمليس انتجريشن ويز within Windows environment. اوكي، فهنا كتكون واحد لاياخشي في الاكتيف ديريكتوري، كتكون واحد لاياخشي كتكون دومين، كيكون لي سيت، كيكون لي زويو، كيكون بزاف د الحوايج، كيكون يقدر يكون واحد سو دومين يعني شايلد، يقدر يكون تري اكسيتيرا. هنا اللي كاين الفرق. اوكي، بالنسبه لواحد الحاجه عاود تاني نزيدو نشوفو الفرق بالنسبة لميكروسوفت انترا اي دي، يعني سيرفس برايمالي از ان ايدنتيتي سوليوشن، يعني هي كتخدم في الايدنتيتي، اوكي، وكتخدم لنا كدير لوثنتيفيكيشن ولا لوثنتيكيشن ولوثورايزيشن سيرفيسز، يعني عن طريق ريست اي بي اي، يعني اوفر الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس، يعني هي كتخدم يعني بريست اي بي اي، يعني بالاتش تي تي بي والاتش تي تي بي الاتش تي تي بي اس. اوكي، بالنسبه للاوثنتيكيشن بروتوكول فهي كتخدم بالسايم اي، كتخدم بالدبليو اس فيدريشن والاوبن اي دي كونكت، وحتى الاوت هذا كيكون في لابارتي ديال لوتوريزاسيون. اوكي، هنا كندوي على يعني على لي بروتوكول. الوغ في الاكتيف ديريكتوري لوكال كنخدمو بالكيربيروس، اوكي، بزاف كيكون عندنا البروتوكول ديال الكيربيروس، مزيان. وحتى هاد لي بروتوكول هادو عندك الاوبن اي دي كونيكت ولا الاوت ولا السايم ان، دابا غادي يجوكم شويه صعابين حيت اللي ما اول مره غادي يعني يفهم سكون ابيل يبدا في المايكروسوفت انترا اي دي. ولكن الناس اللي ديجا يعني لي ديفلوبور ولا مثلا اللي ديجا خدموا مثلا بشي كلاود بروفايدر اخر غيفهموا هاد لي بروتوكول، حيت هادون كيكونوا ستوندار. اوكي، يعني عندك ساي ام ال، عندك الاوت، عندك الاوبن اي دي كونكت، واللي غادي نفهموهم مزيان فاش غندخلوا لابارتي ديال الاس اس او، وكيفاش نانتيغريو يعني الاس اس او، كيفاش في لابارتي ديال انتربرايز اب والاب ريجستريشن، يعني او نيفو ديال مايكروسوفت انترا اي دي. اوكي، فهاد لا فيديو كان يعني مقارنه ما بين هاد لي دو، نتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو، ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.